إيه ما تنبسط كثير خالد، في جمعة جاي شوية تشتي تنين وتلاتة. إذن كتل هوائية الحارة بعد عم سيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ورح نشهد بالأيام الجاية يعني نهار الجمعة وبكرة والجمعة ارتفاع بدرجات الحرارة اللي عم توصل ل 26 درجة وعم بتكون فوق معدلاتها الطبيعية بخمس درجات. بالعودة لليل الجو عم بيكون بارد نسبيا، الحرارة ببيروت 13 درجة، 3 درجات بالبقاع، 3 بالأرز و 9 درجات بطرابلس. بكرة الطقس عم بيكون صافي لقليل غيوم 25 درجة، أكيد عم نحكي 25 درجة ببيروت مع انخفاض بنسبة الرطوبة، 21 درجة بالبقاع، 17 بالأرز و 24 درجة بطرابلس. الرياح لبكرة عم بتكون شمالية شرقية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المي 17 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 40% و 70%. طقس الأيام اللي جاي على الشكل التالي، إذا نهار الخميس 25 درجة طقس مشمس، بكمل نفس الشيء لنهار الجمعة قليل غيوم مع 26 درجة، انخفاض ل 23 درجة لنهار السبت، طقس عم بيكون قليل غيوم لغائم جزئيا، لنهار الأحد انخفاض ل 20 درجة والطقس عم بيكون غائم جزئيا. يعني مثل ما قلنا احتمال بداية أسبوع الجاي نشهد منخفض جوي يعني شتاء نهار تنين والتلاتة. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة، عودة لعند ديما وماريو. شكرا.